السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة المرابطون وتتابعون فيها. نواب معارضون يعتصمون بالبرلمان احتجاجا على عدم فتح الدورة البرلمانية، والحكومة تؤكد أن الدورة مفتوحة بقوة القانون. الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط تقرر إعادة الانتخابات ببلديتي عرفات والميناء بعد إعادة فرز الأصوات. أصحاب نقاط بيع الكتب المدرسية في نواكشوط يشكون ضعف الإقبال، وذوي التلاميذ يشكون ضعف المعروضات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دخل نواب كتلة التحالف الانتخاب الديمقراطي المعارضة في اعتصام بدءا من منتصف الخميس إلى غاية العاشرة مساء، وذلك احتجاجا على ما وصفوه خرق الدستور الذي ينص على افتتاح الدورة بدءا من فاتح شهر أكتوبر الجاري. وقال النائب البرلماني عن حزب تكتل القوى الديمقراطية عبد الرحمن الميني في تصريح لقناة المرابطون إن الاعتصام يأتي في إطار سلسلة احتجاجات منددة بعدم عقد جلسة برلمانية، محملا السلطات المسؤولية. قررت كتلة التحالف الانتخابي الديمقراطي اليوم الدخول في اعتصام بمباني الجمعية الوطنية احتجاجا وتنديدا بالخرق الدستور المتواصل، واللي اخر تجلياته كي تعرفوا الماده 52 دستور الموريتاني تنص على افتتاح الدوره وجوبا الدوره العاديه فاتح اكتوبر يوم الاثنين الماضي. احتجاجا على هذا الخرق الفاضح واهمالا واحتقارا للشعب الموريتاني من خلال هذه المؤسسه اللي هي المؤسسه التشريعيه الجمعيه الوطنيه، اهمالها واستهتار بها، قرر النواب كتلة التحالف الديمقراطي الانتخابي انهم يدخلوا اليوم في هذا الاعتصام اللي هو في اطار سلسله الاحتجاجات وسلسله المواقف والتنديدات اللي فات خلقت بهذا الخرق اللي خلق. احنا محملين السلطه القائمه مسؤوليه هذا الواقع اللي فيه موريتاني، واللي لا شك انها بدايه شيء خطر اللي هذا من التهاون بالمؤسسات واهمال المؤسسات واحتقارهم واحتقار الشعب الموريتاني واحتقار المنتخبين، لا دليل على ان ما بقى درعود لا ابشع ودرعود لا اعظم. وراجعين من القوى الحيه انها تفهم هذا وتوعاه وتعرف ان بلدها في خطر، تعرف ان بلدها في خطر، من اللي يهيئ له اليوم انه الله ان شاء الله يحفظنا مولانا منه. من جانب آخر، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد لمين للشيخ إن الدورة البرلمانية تعتبر مفتوحة بقوة القانون، وإن بدءا من فاتح شهر أكتوبر الجاري. وبخصوص الجلسات، قال الوزير إنها ينبغي أن تنعقد بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية وهو غير محدد قانونيا بتاريخ معين. بالنسبة للدورة البرلمانية هي مفتتحة بقوة القانون يوم 1 أكتوبر. بالنسبة للجلسات هناك أمر قانوني يقول أنه الجلسة اللي الأولى لاختيار رئيس الجمعية ومكتب الجمعية ينبغي أن تكون مرسوم من رئيس الجمهورية، لكن لم يحدد هذا المرسوم بأنه في أول يوم من الجلسة أول يوم من الدورة يعني 1 أكتوبر أو غيره، ولذلك هذا المرسوم سيصدر خلال الدورة. وطبعا لن تكون هناك جلسات قبل أن يصدر هذا المرسوم، لكن إن شاء الله سيصدر. لكن ليس هناك أي قانون يلزم بأنه يكون في أول أكتوبر، وإنما الذي يكون فيه هو الافتتاح، فقد افتتحت من ناحية القانونية.
وأكد والشيخ في رده على سؤال لأحد الصحفيين خلال مؤتمر صحفي بنواكشوط للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء، أكد أن الجلسة البرلمانية الأولى لانتخاب رئيس الجمعية الوطنية ينبغي أن تتم بمرسوم ينتظر أن يصدر عن الرئاسة الموريتانية، مضيفا أن التأخير والتعجيل أمر تقديري يعود للرئيس وللحكومة. أما الأنشطة والجلسات تلقائيا، نعم، فهي مفتتحة الآن، تعتبر الدورة الآن قانونية، ولو الآن جاءت جلسة لاعتبرت داخل الدورة، لكن الجلسة الأولى اللي ينتخب فيها رئيس الجمعية والمكتب هذه ينبغي أن تتم بمرسوم من رئيس الجمهورية، وهذا سيصدر، لكن ليس ملزما بأن يكون أول أكتوبر أو ثاني أكتوبر أو وسط أكتوبر. لا، هذا شيء يعني هذه ظروف تقديرية تعني الحكومة وتعني رئاسة الجمهورية. ولماذا تعجلها؟ طبعا رئاسة الجمهورية لها أن تصدر المرسوم في الوقت الذي أرادوا أن يصدروا فيه. قررت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في العاصمة نواكشوط إعادة الانتخابات في بلديتي عرفات والميناء، وذلك بعد أسبوع من التداول بشأن ملف البلديتين اللتين تنافس في جولتهما الثانية حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم وائتلاف معارض يضم عددا من الأحزاب السياسية. وبحسب النتائج المعلنة إثر عملية إعادة الفرز، فقد فاز الائتلاف المعارض بقيادة حزب تواصل في عرفات بفارق 131 صوتا، فيما فاز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في الميناء بفارق 19 صوتا. وصف رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدي محمد المحام قرار المحكمة القاضي برفض طلب الحزب فيما يخص مقاطعة السبخة وقرارها إعادة التصويت بكل من عرفات والميناء، وصفه بالمتعسف. وأضاف المحام في تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، أضاف أن الاتحاد من أجل الجمهورية جدير بخوض الجولة الثانية في مقاطعة السبخة، وأن فوزه في الميناء وعرفات كان واضحا، متحدثا عن مظاهر تزوير لصالح الطرف المعارض. إلى شأن منفصل، حيث تقدم الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية محمد الكمبو إلى مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس ببيان حول إصلاح المحاسبة العامة ونظم المعلومات للمالية العامة. وقال الكمبو خلال مؤتمر صحفي للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إن المرحلة التي وصلت لها موريتانيا تقتضي زيادة مستوى التحكم على مستوى الإجراءات والنظم، وأن تصبح هناك محاسبة عامة متطابقة مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال محاسبة القطاع العام. تم إصلاح للمالية العامة، وفيه مخطط توجيهي للإصلاح المالية العامة، وكانت هذه الفترة الحالية منه تنتهي هذه السنة، وتوجت باعتماد القانون العضوي لقوانين المالية. وذي المرحلة اللي حقنا مرحلة عادة لابد لها من نزيد من مستوى التحكم في الإجراءات وفي النظم، ونعود عندنا محاسبة عامة متطابقة مع متطلبات المعايير الدولية المتعارف عليها في محاسبة القطاع العام اللي معروفة دوليا باختصار إبساس. والآن إلى نافذتنا على التعليم.
تقبل الأسر خلال هذه الأيام على أسواق بيع الكتب والأدوات المدرسية لاقتناء حاجيات أبنائها استعدادا للعام الدراسي الجديد الذي انطلق رسميا فاتح شهر أكتوبر الجاري. وفيما يتحدث باعة الكتب المدرسية بالسوق المركزي في العاصمة نواكشوط عن ضعف على مستوى الإقبال، يتحدث ذوو التلاميذ عن ندرة في المعروض. نتابع. إقبال يوصف بالضعيف على اقتناء الكتب المدرسية وندرة في المعروض، هكذا يصف الباعة والمشترون هنا بسوق العاصمة نواكشوط الوضع أياما بعد بدء العام الدراسي الجديد بموريتانيا. الإقبال قليل حتى لا بدخل، هنون أيام حالنا إقبال نسبة المشتريات ضعيفة وباعلة والبضائع كامل باعلة، وطن بعد اللي رايحين قاع الليل البلدي، وبالنسبة للمشتريات قليلة والناس زبونا ما هم ياسرين، ما هم خالقين الأدوات واعلة. ويقول المشترون إن الكتب المدرسية تشهد ندرة كبيرة في السوق الموريتاني، كما تعرف أسعارها ارتفاعا ملحوظا داعين الجهات المعنية إلى توفير الكتب المدرسية بالأسواق والأماكن المخصصة لبيعها. نلاحظ بأنها ليست موجودة في السوق بالشكل الكبير، يعني الكمية المتوفرة في السوق ليست كمية كافية، نريد من الدولة أن تزيد الكمية لكي يتمكن الكل من اقتناء الكتاب المدرسي. ندرة المعروض وتهالك الموجود في بعض الأحيان عوامل يضطر معها الباعة والمشترون على حد سواء إلى وسيلة أخرى من أجل اقتناء الكتاب المدرسي. اللي هذا قلت دكتور مثلا كانت تصل عند التلاميذ والله شيء فاهم وراجعه هون تنباع، هي اللي درتوا كاع شفتوها صورتوها فهمتوا. بالنسبه للاسعار قلت تعود ما هي واعره حتى باللي ذا اللي هون اللي اش مكتوب متهالك، ما هو كتب قبال جديده حتى، لكن ودي يعود ولا راجع عليها قبال قلت تسحلها ما هي واعره حتى. كنت هون مع واحد الحمد لله عاد يضطر انه يمشي يصور الكتاب دوريجين ما هو عنده قبال جديد، عاد يمشي يصوره جديد ياكلنا نقدر نقبضوه من عنده. تتعدد آراء الباعة والمشترين بشأن الكتب المدرسية، لكنها تكاد تجمع على ندرة المعروض وترهل الموجود منها. وتقول وزارة التهذيب الوطني أنها أطلقت تزامنا مع الافتتاح الدراسي الجديد بالبلاد قافلة من 16 سيارة محملة ب 123 ألف كتاب مدرسي إلى مختلف الولايات الداخلية. وتقول الوزارة إن الهدف من ذلك هو توفير المقررات وجعلها في المتناول. يحتج بعض أساتذة مركز تكوين العلماء وعاملون به أمام القصر الرئاسي في العاصمة نواكشوط تنديدا بإغلاقه، مطالبين السلطات الموريتانية بالتراجع عن ذلك. وأشاد المحتجون بالدور العلمي والتربوي للمركز، داعين السلطات إلى التراجع عن قرارها والسماح له بمواصلة أداء رسالته التعليمية. حق لنا مركزنا فخر لنا. هذه وقفة احتجاجية نظمها بعض أساتذة مركز تكوين العلماء والموظفين في مركز تكوين العلماء ينددون فيها بإغلاق مركز تكوين العلماء. هذا المركز ينبغي أن نعلم أنه ليس ملكا لموريتانيا، هو ملك للعالم الإسلامي بأسره، يدرس فيه طلاب من آسيا ومن أوروبا ومن إفريقيا، ولذلك منكر إغلاقه من أعظم المنكرات ومن أكبر المصائب اللي أصيبت بها الأمة الإسلامية. ولذلك كانت هذه الوقفة نظمها هؤلاء الأساتذة والموظفون، نظموها تنديدا بهذا الفعل. كان عندهم قرابة 500 من الطلاب والطالبات يريدون أن يكونوا علماء المستقبل ينفع الله سبحانه وتعالى بهم الإسلام، بينما هم كذلك يتوقف هذا الخير. ولذلك نندد بهذا الفعل ونطالب بفتح مركز تكوين العلماء وتجنيب مركز تكوين العلماء لكل المهاترات السياسية وكل هذه المناكفات. فالمركز مركز علمي يدرس فيه الجميع ويستفيد منه الجميع، شعاعه يشع على الأمة الإسلامية، ولذلك نطالب من يهمه الأمر بالتدخل السريع
لفتح مركز تكوين العلماء، ونطالب العلماء البلد، ونطالب مثقفي البلد، ونطالب كل من فيه أحرار هذا الوطن أن يقفوا وقفة إنكار، ووقفة أيضا وقفة إنكار لهذا المنكر. وقال المحتجون إلى المركز يدرس به أزيد من 500 طالب إضافة إلى العمال والأساتذة، مطالبين الحكومة الموريتانية بإلغاء سحب الرخصة منه. وكانت السلطات الموريتانية قد سحبت قبل زيادة من أسبوعين ترخيص مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين لأسباب قالت إنها تتعلق بالمناهج والتمويل، وقد نفت الجهات المشرفة على المركز والجامعة ذلك. هذا المركز يقرأ فيه أكثر من 500 طالب، ويزيد على ذلك عدد العمال والأساتذة والموظفين اللي فيه، ولا معقول أنه لا يهتم مركز يقري شمن العلوم الشرعية، وعنده شمن تلاميذ جاي من مرقب طلاب العلم، ويجي مقفول هكذا. وذلك مطالبين الحكومة الموريتانية على رأسها الرئيس وجميع أعضاء الحكومة وجميع العلماء أنها توقف وتعطي باطل، تقول حقيقة هذا المركز. ويا الله إن شاء الله تعالى طالبين عنه ينفتح لنا بشكل سريع، يفتح أبوابه كاملين ويرتفع عنه هذا جميع الاتهامات اللي موجهة له. وهذا المركز قعدوا له علماء الحمد لله وأئمة أجلاء وفيهم قضاة، وفاتوا دلاولوا بالشهادة اللي عندهم كاملين، وقالوا عنه مركز أنه سليم من هذه كامل الانتقادات اللي موجهة له، هذا كامل من الافتراءات اللي شفناها باطل في الإعلام، فهذا كامل وصدرت له. دعا عمال مفصولون من شركة النقل العمومي خلال احتجاج نظموه أمام القصر الرئاسي بالعاصمة نواكشوط السلطات الموريتانية بالتدخل من أجل إنصافهم. ووصف المفصولون من العمل منذ نحو سنتين الفصل الذي تعرضوا له بالتعسفي، ودعوا إلى رفع ما وصفوه الظلم عنهم. متحدث سالك العمال، ونحن حمل الشهادات ان سنتين زايدين هنا، نطالب رئيس الجمهوريه على انه يحل معاناه هاوي الشباب، يحمل شهادات ومعاهم ناس ضعفاء عندهم الشاشه وخسرت قرايتهم السنه الماضيه والسنه الفايته، على ان طالبين يحلوا مشكلتهم. وشكرا. اقليميا، اعلن في بوركينا فاسو عن مقتل 7 جنود واصابه عدد اخر بجروح وصفت بعضها بالخطره، وذلك اثر انفجارين شمال وشرقي البلاد. ياتي ذلك يوما بعد الاعلان عن مقتل جندي اثر هجوم شمال البلاد نفذه مسلحون مجهولون وصفتهم وزاره الامن بالارهابيين، وقالت انهم مدججون باسلحه ثقيله. وبحسب بيان صادر عن قيادة الأركان الفرنسية، فإن قوة بارخان أطلقت طائرات عسكرية بطلب من السلطات البوركينية، وذلك لملاحقة منفذ الهجوم. وصلت بعثة من مجلس الأمن الدولي العاصمة الكونغولية كينشاسا في زيارة تستمر 5 أيام، ستطلع خلالها على مستوى الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقب تنظيمها شهر دجنبر القادم. وستلتقي البعثة الرئيس الكونغولي جوزيف كابيلا وعددا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين في البلاد من أجل ضمان انتخابات حرة وشفافة ينتظر ألا يشارك فيها كابيلا. مغاربيا، وافقت المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو على المحادثات التي دعا لها المبعوث الأممي إلى الصحراء وريست كولر، فيما لم يعلن بعد رد موريتانيا والجزائر. ويرتقب أن تنطلق المحادثات بالعاصمة جنيف يومي 4 و5 من شهر دجنبر القادم، فيما يعتبر 4 من شهر أكتوبر آخر أجل للرد على الدعوة. نتابع. المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو توافقان على الحضور إلى المحادثات التي دعا إليها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء هورست كولر في شهر دجنبر المقبل بجنيف، حسب ما أعلنت الأمم المتحدة.
وقد تضمن التقرير الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي موافقة كل من الرباط والجبهة على المشاركة في النقاشات التمهيدية التي دعا إليها المبعوث كولر. وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن تطورات وصفها بالجديدة سجلتها الأمم المتحدة في ملف قضية الصحراء الغربية، مشددا على أن المغرب أرسل إشارات مشجعة عبر تسهيل تنقل المبعوث الأممي في الصحراء الغربية على حد ما جاء في مواقع إخبارية مغربية. وفي الوقت الذي عبر فيه طرفا النزاع عن رغبتهما في الحضور، لم يتضح بعد موقف جيران أطراف الأزمة من الحضور أو عدمه، إذ لم تؤكد بعد كل من موريتانيا أو الجزائر حضورهما من عدمه لحد كتابة هذا التقرير. وقد وجهت الدعوة لوزراء الخارجية وأمهلهما المبعوث الأممي حتى 4 أكتوبر لتقديم الرد بشأن الدعوة. وقال غوتيرش إنه يأمل أن يأتي الجميع بنية إيجابية ودون مواقف مسبقة. وكانت الجزائر قد عبرت في وقت سابق من هذا العام عن رفضها إجراء مفاوضات مباشرة مع المغرب لنقاش الأزمة كما تريد المملكة، حيث ترى أن النزاع يجب أن يحل بين الصحراويين والمغرب دون أن تستبعد مواكبة الطرفين في مباحثاتهما. وكان المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية وجه دعوات إلى موريتانيا والجزائر والمغرب والبوليساريو لحضور اجتماع في جنيف لبحث مستقبل الملف على أمل الدفع بعملية السلام المتوقفة منذ 10 سنوات. في ذات السياق، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين والشيخ إن الحكومة سترد على الدعوة الأممية بشأن حضور محادثات جنيف، مضيفا أن الجواب سيتم بالطريقة المناسبة وفي الوقت المناسب دون تقديم المزيد من المعلومات. بالنسبة لما يتعلق بما تحدث عن هناك رسالة للأمم المتحدة حول مشكلة الصحراء، مشكلة الصحراوية، هذه سيجاب عليها، ستكون هناك جواب عليها من الحكومة الموريتانية بالطرق التي تراها الطرق المناسبة اللي تختار الحكومة، لكن تأكد سيكون عليه جواب في الوقت المحدد، في الوقت المناسب. حيث أكد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ستنظم في وقتها المحدد أكتوبر من العام 2019. وأضاف الشاهد في حديث له أن الحكومة بذلت في إطار الصلاحيات الموكلة لها الإجراءات اللازمة من أجل تنظيم الانتخابات البلدية الأخيرة في ظروف حسنة. نتابع. تعهد رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الخميس بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة في موعدها، أي في أكتوبر من العام القادم. وقال الشاهد في كلمة افتتح بها الدورة الأولى لليوم الوطني للجماعات المحلية إنه رغم كل العراقيل والصعوبات والأطراف التي لم ترغب في تنظيم الانتخابات البلدية الماضية إلا أنه تم تنظيمها بنجاح، وبذلت الحكومة في إطار الصلاحيات الموكلة لها ما يلزم لتنظيمها في أحسن الظروف. وجرت الانتخابات البلدية التونسية في 6 مايو الماضي بعد تأجيل أكثر من مرة، وفازت اللوائح المستقلة بأكبر نسبة تصويت على المستوى الوطني، حيث حصدت 32.9% من إجمالي أصوات الناخبين، بينما جاءت حركة النهضة في المركز الثاني بنسبة 28.64، ثم حركة نداء تونس في المرتبة الثالثة بنسبة 20.85. وأكد الشاهد في كلمته أن الانتخابات القادمة لسنة 2019 ستتم في آجالها الدستورية لتكون شفافة ونزيهة وحرة ككل الانتخابات التي عقدت بعد الثورة. وأضاف أنه سيواصل الدفاع عن النظام الديمقراطي الذي لا يقصي أي طرف يؤمن بالحرية وبمدنية الدولة ودستور الجمهورية الثانية كإطار لتنظيم العمل السياسي للبلاد على حد قوله. واعتبر أن الديمقراطية ليست آلية انتخابية، بل هي عقيدة تقوم على قيمة أساسية وهي الحرية التي تعهدت الحكومة بحمايتها، لافتا في المقابل إلى أن المجالس البلدية مؤتمنة على حماية الديمقراطية التي هي الحق في التعددية والاختلاف، وتونس محتاجة لكل أبنائها من مختلف العائلات السياسية. وشدد على أنه لا مجال لإقصاء أي كان مهما كان لونه السياسي قبل الثورة وبعدها طالما التزم بدستور البلاد ويعمل في هذا الإطار. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل نهاية هذه النشرة وقد تابعتم فيها.
نواب معارضون يعتصمون بالبرلمان احتجاجا على عدم فتح الدورة البرلمانية، والحكومة تؤكد أن الدورة مفتوحة بقوة القانون. الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في نواكشوط تقرر إعادة الانتخابات ببلديتي عرفات والميناء بعد إعادة فرز الأصوات. أصحاب نقاط بيع الكتب المدرسية في نواكشوط يشكون ضعف الإقبال، وذوو التلاميذ يشكون ضعف المعروضات. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذه النشرة وغيرها من نشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك ظاهرة على الشاشة. دمتم في أمان الله. We'll be right back.